وكاين اللي راهم يتسألوا قال لك ماذا بعد العصيان المدني؟ سؤال هام. بعد العصيان المدني كاين احتمال واحد، اما الجيش يسلم السلطة للشعب، اما العصيان المسلح. ما نخافش من الكلمات وما يخلعونيش، تديو البلاد تشيكير بالدراع، ما كاش تقتلوا ابناء الشعب الجزائري نتفرجوا فيكم، تديو الناس للحبس ظلما وبهتانا نتفرجوا فيكم، تقيموا علينا عدالة مختلف الموازين نتفرجوا فيكم. عصيان مدني يعتبر مرحلة سلمية، بعد ما يخوفوناش لا اللي راهم في فرنسا هنا ولا اللي راهم في الداخل، بعد علينا. القوة عند الشعب، قوة عند الشعب، القوة عند الشعب فقط. ورا العصيان المدني ما يجيش نتيجة، عصيان مسلح طيروا واش كاين؟ خير مهبول خلاص، عصيان مسلح.